ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن أعوادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايا يا رضا جيادي ولهفتايا على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في أصفادي باد الظنا من فوق عار المطار يشكو الحديد ونهسة الأصفايا سجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدايا يا دي ويصيح عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا يا دين أنا من قد الحديد سيل دمي وعايل للحرم ويهيج همي عسن يا ليت لا ولدتني أمي ويراني زيد بالذلة يا أمواسي يساري لأهل المجد جد وقصد يساري وخبر أشبال هاشم عن يساري بيميني ورقبتي شدا يساري بسلاسل والشمال تصعب علي اي بالله بسلاسل والشمال تصعب يا اب علي يا عليكم عليكم يا اهل بيت المجد راحت عليكم جبال من الهضم راحت عليكم طوق وجامع برقبات عليكم ومن الأسى بس يجذب الونة خفية ومن الأسى بس يجذب الونة
يا خفي يا لقدين ما لي قوة قدين ما لي قدين ثقيل وجامعة قدين ما لي قوة قدين ما لي قوة قدين ما لي قوة قدين ثقيل وجامعة قدين ما لي لا تضربوا وانا عليه همقه مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهى كل ما طلبت الخيفه يا شاطوا على قدم ثقيل وجامعة قدم مالك قدم يحز بساقي وقدم يحز متو وانا علي صابر وش لكم يتقيدوا وكل ما طلبت الخفة منكم فقدمتوا قد ثقيل وجامعة قدن ما وين الشوفي يا والدي وين الشوفي يا عم وين علي الأكبر بدر الكمال انت قد أكل من ساقي قد شراب من ده قد ثقيل وجامعة قد ما أغنيك ولكن الأمر لله قال مولانا زين العابدين إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. هذه فقرة من الدعاء الموسوم بدعاء أبي حمزة الثمالي وهو من أعظم الأدعية التي ندعو بها في شهر وسحر شهر رمضان، وكان الإمام زين العابدين يدعو به بعدما يصلي عامة الليل يعني من المغرب وهو يصلي، فإذا تعب من الوقوف جلس ودعا بإيش؟ بهذا الدعاء، دعاء أبي حمزة الثمالي. نريد أن نتعرف على مسألة مهمة في الدعاء. صحيح هو الحديث عن الإمام زين العابدين مع الدعاء حديث متكرر، لكن بعد في هناك جهات لم تبحث ولم نحصل على إجابات واضحة فيها، منها ماذا يمثل الدعاء
في حركة مولانا زين العابدين. هناك تصور وهو رقم واحد، خلنا نقول التصور الأول، أن الدعاء وسيلة، الدعاء ليس مطلوبا لذاته، وإنما زين العابدين يمثل دورا من خلال الدعاء لأمر هو الذي دعا لأجله. يعني هو لم يرفع يديه للدعاء من أجل الدعاء، وإنما من أجل شيء آخر. وقد يكون هذا الشيء الآخر على بعض أفكار بعض المفكرين والآراء اللي يعرضونها دائما، هو من أجل هدف سياسي، إظهار مظلوميته ومظلومية أهل بيته، فإنه لا يستطيع أن يتكلم وأن يخطب وأن يتحدث، فالطريق لذلك هو شنو؟ الدعاء. إذن هو مو يريد يدعو، ولكن يريد أن يبين شنو؟ ظلامته الشخصية أو ظلامة أهل البيت المتعددة لأشخاصهم، وبالنتيجة راح تكون أمر شخصي أيضا، إظهار الظلامة، والإنسان لابد أن يظهر ظلامته حتى في موارد الغيبة اللي هي محرمة، يستثنى هذا الشيء أنه يجوز إليه إذا كان لإظهار الظلامة أن يذكر ذاك بما يكرهه، يعني ظالمه يكره أن تنتشر عنه فكرة من الأفكار، هذا يجوز لي حتى لو مؤمن، يجوز لي شنو؟ أن يظهر ظلامته. هذا التصور الأول إذن ينظر إلى الدعاء على أنه شنو؟ وسيلة. وهذا معناه إفراغ الدعاء عن محتواه الإسلامي الكبير الذي ينظر إلى الدعاء أنه عبادة، بل هو مخ العبادة، وأن العبادة جعلت غاية، كما أن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة وإن فسرت بمصداق جليل وهو المعرفة، إلا ليعبدون إلا ليعرفون، هذا تفسير بالمصداق، لكن العبادة غاية، يقول أنا ما خلقت أصلا الجن ولا خلقت الإنس إلا لإيش؟ ليعبدون. والدعاء أعلى درجات العبادة، إذ ورد عن الإمام الصادق مثلا سلام الله عليه الدعاء مخ العبادة، يعني مستوى عالي من العبادة، مهم جوهري. فلما تقول الإمام يدعو لإظهار الظلام فقط، أو لبيان معارف، أو لبيان أمور، مو للدعاء، أفقدت الدعاء من كونه غاية مهمة في الإسلام، توفر جو العبادة لله. يعني الإنسان قاعد يصير مصداق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومن هنا راح تصير النظرة دونية، يعني هذا ما يهتم بالدعاء. ليش؟ لأنه الدعاء وسيلة، فأقدر أحقق مثلا الغاية اللي أنا أريد أن أصل إليها بوسائل أخرى غير الدعاء. وبهذا ما يصير عند تلك النفسية لكي يقرأ الأدعية الطويلة، يقتصر على الأدعية شنو؟ القصيرة، والتي هي في الواقع بعض الأحيان مصلحة مو أكثر. يعني يا الله أعطني 1,000,000 دينار، يا الله أعطني الصحة، يا الله انصرني على عدوي، يا الله قد يكون عدوه مؤمن، يا الله يا الله، طلبات يعني. بينما الدعاء عبادة، احنا نقول بل من أعلى درجات العبادة، ونقلنا في أيام العشرة رواية الإمام الباقر لما سئل الصلاة في حول إقامة الصلاة، كان حديثنا إذا تتذكرون إن الحسين سلام الله عليه أقام الصلاة، شنو إقامة الصلاة؟ في ضمن ذلك رواية عن أبي جعفر الباقر قال لي أيه أفضل يطول في الدعاء لو في قراءة شنو؟ القرآن. شنو كان الجواب؟ قال لي لا، يطول في الدعاء أفضل من يطول في إيش؟ في قراءة القرآن أثناء الصلاة. فالدعاء مهم جدا، تقول هو وسيلة لأمور معينة جزئية،
هذا معناه أفقدت الدعاء رونقه وأهميته. زين، الجواب الثاني يقول لا، يتجاوز هالمشكلة، يقول نحن ننظر إلى الدعاء على أنه غاية مو وسيلة. مثل ما قلت العبادة هو أعلى درجات العبادة، فالدعاء غاية يعني مطلوبا لذاته، فينبغي أن يشبع الإنسان نفسه من الدعاء، فهذا يتجاوز تلك المشكلة. يقول ينبغي أن ننظر إلى الدعاء بما هو دعاء ندعو به، وهو هذا الدعاء يستغرق حاجة كل الإنسان، لا يوجد حاجة من الحاجات إلا والدعاء شنو يدخل فيها. هذا الدعاء لعله يعني النظرية الثانية والمستوى الثاني يشهد له دعاء أبي حمزة الثمالي. هذا الدعاء اللي صدرنا الحديث بفقرة من فقراته يبدأ: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، صحيح؟ ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، فكر في الفقرات، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. ثم شنو يقول؟ يا ربي يا ربي، قول وياي حتى شنو توكم ما مخلص شهر رمضان، ثلاثة أشهر أو شهرين مر عليكم، ثلاثة أشهر، ويش تقول؟ حتى يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، حتى شنو يقول؟ ليش مستحي؟ حتى ينقطع نفس. ليش حتى ينقطع النفس؟ لو سألك واحد ليش، أشرنا إلى بعض الوجوه في التكرار، ليش واحد يكرر؟ تكرار بعض الأحيان مطلوب، ليش؟ لأنه يؤدي إلى التعزيز. مبدأ التعزيز شرحناه في ليلة من الليالي في سورة آل ياسين، تعزيز. الأمر الثاني يخلي الإنسان قاعد مستيقظ مو غافل، وهذا ما ذكره مولانا الصادق في الأذان، قال ليش تكرر أربع مرات الله أكبر؟ قال لأنه تكرر حتى ما تصير غافل، متوجه أنك واقف بين يدي الله قاعد بتصلي، فالله أكبر تستخدم هاللفظة أربع مرات، ثم أيضا في الإقامة وهكذا التكرار. هنا نفس الشيء، يا رب يا رب يا رب، أولا مطلوب منك على الأقل ثلاث مرات في الدعاء أن تقول يا رب، أو سبع مرات في روايات أخرى، مو واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، أو في بعض الروايات أيضا متعددة تقول عشر مرات يا رب يا رب يا رب إلى آخر، أو تقول يا الله ثلاث مرات، أو تقول يا رباه، هذه كلها واردة عليها روايات. ليش؟ يقول إذا قال العبد ذلك ناداه الله، لبيك عبدي ماذا تريد، يعني دلل العبد، يدلله، يقول ليش شنو تريد، اطلب حاجتك. ويأمر الملك ويأمر الملائكة اعطوا عبدي حاجته، قاعد يناديني يا رب يا رب يا رب. عاد هني مولانا زين العابدين جاء بشيء جديد، وهو حتى ينقطع شنو النفس. من ينقطع النفس هذا بعد يصير في ضراعة في خشوع، لأنه نفسا قطع. هذا عامل كيفي مو بس عامل كمي، وهو عدد المرات اللي قالها يا رب يا رب راح يستيقظ أنه يخاطب ربه. يوجد عامل كيفي مؤثر في داخل النفس يوجب الانكسار، والله عند القلوب المنكسرة يوجب الخضوع. زين، فمن هنا هذا الدعاء الذي نتكلم عنه
يجعل الإنسان في أعلى درجات الإيمان مع الله، يعني يصير عنده انكسار، يصير عنده حضور، يصير عنده وجدان واعي لأنه استخدم هذه الوسيلة والآن قاعد يدعو. الدعاء يمثل هذا الشيء. ثم يقول لا تؤدبني بعقوبتك، يعني يقول ناس أدبتهم انت عاقبتهم وكان تأديبهم بالعقوبة، أنا ما أريدك تعذبني، أنا بالعكس أريدك شنو؟ أريدك تأدبني بس هذا الأدب بالدعاء نفسه. وهذا هو نفس ما أضاء عليه مولانا أمير المؤمنين في دعاء الصباح اللي يشبه في فقرات كثير منه دعاء شنو أبي حمزة: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته. في هذا الدعاء نفس الشيء، دعاء أبو حمزة يقول بك عرفتك، يا من دل على ذاته بذاته، هني شنو يقول؟ بك عرفتك وأنت دللتني عليه، ولولا أنت لم أدري ما أنت، لولا أنت أنا ما دريت شنو ما أنت. هنا أيضا في دعاء الصباح يتحدث عن التأديب وأن الأدب: وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع، القنوع قناعة كنز لا يفنى، بأزمة بشدة يعني القنوع، بأزمة القنوع. نفس هذا الدعاء طبعا هو دعاء أبو حمزة الثمالي، هذا بعد خارج عن حديثي ما كنت، ولكن استطرادا دعاء أبو حمزة الثمالي مجموعة أدعية، يعني مجموعة شنو أدعية. مثلا بيجي الآن الفقرة الأخيرة من دعاء أبي حمزة، آخر فقرة، هذه دعاء يدعو به آدم في ركوعه بين الركن والمقام، الله يرزقنا الوصول والحصول بين الركن والمقام، وانت راكع تدعو بدعاء آدم، هذا اللي بنشير إليه، ما بكرر، بنشير إليه آخر فقرة من دعاء شنو أبي حمزة في الركوع، هذا مثلا من دعاء أبي شنو حمزة. كثير من فقرات دعاء أبي حمزة مجموعة مناجات وغيرها من أدعية، بعضها لرسول الله، بعضها للحسين سلام الله عليه، بعضها دعا بها مثلا يوم المبعث، بعض الفقرات دعا به موسى بن جعفر عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء أبي حمزة الثمالي يعطينا هذا التصور الثاني، أن الدعاء غاية، مو دعاء هو شنو، هو دعاء من أجل أن يوصل الإنسان إلى وسائل معينة، وسيلة للوصول إلى غاية، هو نفس الدعاء اللي قلنا قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ولذلك تشوفه طويل لأنه يعبر عن حس مرهف في الاتصال بالله، نفس عاشق لله يريد الساعات الطول في الجلوس مع الله، ما يريدها تنتهي بسرعة، بينما احنا لما ندعو بدعاء طويل نقرأ ربعه ونتملل يمل، لأن هذا يدعو مو بدعاء فاهم حقيقة الدعاء أنه حاضر بين يدي الله وأن الله قاعد يسمع. تشايف إذا شخص جلس مع حبيبه أو حبيبته أو الحبيبة جلست مع حبيبها تطيل الكلام معه وهو هم يطول الكلام ما يتملل ما يسأم، فلما يجلس مع الله هذا اللي يفسر طول الأدعية التي يدعو بها الأنبياء والأئمة إنها مناجات يناجي ربه. فلذلك إذا سمع أيضا كلام الله لو طال المقام ما يتملل ما يسأم. ومن هنا بعض الذين كانوا يسمعون القرآن إذا جو إلى الناس يسمعون كلامهم يمجون الكلام،
من حلاوة كلام الله، كذلك لما هو يناجي ربه. هذا الأنس الخاص يعني قرينة على أن الدعاء مطلوب لذاته، لأنه يمثل هذا العمق إلا هو مطلوب في العبادة، الحضور والاتصال بالله. ولذلك تجد هذا الدعاء فيه هذا الطول، لأن كثير من الفقرات فيه مجرد مناجات وحمد وثناء على الله. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني، الحمد لله الذي وكلني إلى نفسه ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، إلى أن يقول: فربي أحمد شيء عندي وأحق من أي شخص يعني آخر وأحق بالحمد. هذا معنى أنه الدعاء ينظر إليه، نعم، إلى أنه غاية. الأمر التصور الثاني، هذا التصور الثاني غطى المشكلة اللي ذكرناها في الأمر الأول. التصور الثالث يقول: لا، الدعاء يجمع بين الوسيلة والغاية، يعني مضافا إلى أنه عقيدة وأيديولوجيا هو أيضا طريقة وواسطة واستراتيجية بتعبير آخر، خيار يوصل إلى خيارات أعلى منه. ومن هنا هذا الدعاء مثلا يجمع بين الحاجات المادية والحاجات شنو؟ المعنوية، حتى الأمور المادية يطلبها في الدعاء. مثلا في وسط الدعاء شنو يقول؟ إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول، اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيمة، وأسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى. هذا كله ثناء على الله، ذكر أوصاف الله. لكن بعدين شنو يقول؟ يجي إلى حاجات الشخصية، اللهم إني أسألك السعة في الرزق. بعد ما يقول: يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي، الرخاء يعني، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله. هذه أمور معنوية، وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة، هم حياة معنوية، وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. ثم يرد يقول: اللهم خصني بخاصة ذكرك، إلى أن يقول: واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر. هذا شنو معنى؟ معنى يتوسل بالدعاء ليصل إلى إيش؟ إلى الحاجات. وهذا أيضا يؤكد عمق من أعماق الدعاء، أن الإنسان يقول: أنا أسأل وجود مطلق وخير كبير كثير، ما راح يحرمني من أي شيء أسأل منه. ولذلك يقول: الحمد لله الذي وكلني إلى نفسه ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، وكلني إلى نفسه. فهذا نتيجة نقطفها أخيرة، راح يؤدي إلى ما وعدناكم به في آخر الدعاء، آخر فقرة في الدعاء، وهو حصول الإيمان. هذا يعني أن الإمام زين العابدين هذا الدعاء دعا به من أجل تلك النتيجة في آخر الدعاء. شوف، من ضمن الأمور اللي يدرس بها القرآن الكريم هناك علم خاص، علم بداية السورة ونهاية شنو؟ السورة. أضرب لك مثال:
قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا بداية شنو السورة. يجون يقولون حسن الافتتاح يرتبط في القرآن مع حسن الختام. آخر شيء شنو قبل الآية الأخيرة في آخر السورة يعني يقول إنه لا يفلح الكافرون. شوف الارتباط بين أفلح المؤمنون وبين شنو لا يفلح الكافرون. نفس الشيء هنا في هذا الدعاء ندرسه على ضوء علم من علوم القرآن، بداية الدعاء ونهاية الدعاء. نهاية الدعاء شنو يقول؟ اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. وهذا آخر الدعاء. إذا تربط ببداية الدعاء يقول إلهي لا تؤدبني بإيش؟ بعقوبتك، يعني اجعل الأمور التي تجري عليك تجري علي من عندك أمور تزيد في إيماني، مو أمور شنو تأديب إلي. هذا ربط الدعاء بداية بنهايته. ومن هنا نجد الإمام زين العابدين، أنا انتهيت من الحديث وأعتذر عن التأخير، وطبعا ما أخذنا نص ساعة إلى الآن، أقل حتى من نص ساعة، لكن تأخرنا في المجيء. فأختم الحديث بهذه الفقرة الأخيرة اللي هي تضيء على تاريخ الإمام زين العابدين أيضا. ليش الإمام زين العابدين اتخذ الدعاء؟ إذن الإمام زين العابدين اتخذ الدعاء مو وسيلة فقط لحاجاته الصغيرة، مو من أجل الحفاظ على نفسه، وإنما اتخذ الدعاء لإبقاء إيمان الأمة. إيمان الأمة كاملة مرتبط بإيش؟ بهذه الأدعية التي يدعو بها زين العابدين. ولذلك تسمعون في الروايات ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة، وفي رواية إلا خمسة، الإمام الصادق سلام الله عليه منهم قال أبو خالد الكابولي، منهم سعيد بن جبير، منهم الثالث وهو لعله أعظمهم يحيى بن أم الطويل. هذا يحيى بن أم الطويل من ضمن هذه الثلاثة اللي ما ارتدوا، طبعا هو اللي ينقل قصص عن الإمام الحسين وكرامات، هذا أيضا من أصحاب الإمام الحسين، وقيل من أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين. ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة، منهم هذا الرجل إلا كان إليه كلام لطيف. الناس كانت في أيام بني أمية سب علي بن أبي طالب، فهذا كان يجهر في المدينة في مسجد النبي يرفع صوته، وفي الكوفة أيضا يرفع صوته ويقول اللهم إني بريء ممن يشتم ويسب علي بن أبي طالب. وكان يقرأ جزء من الآية في سورة الممتحنة الآية الرابعة، يقرأ هذا الجزء إنا كفرنا بكم، يعني ذولا لطريقتهم غير طريقة شنو أهل البيت. هذا كلام نبي الله إبراهيم وجماعة نبي الله إبراهيم عليه السلام. أنا أقرأ الآية كاملة بس هو كان يقرأ هذا الجزء، يقول في ذلك قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني الذين مع إبراهيم قالوا لقولهم. هني يبدأ كلام من هذا الرجل من صحابة وحواري علي بن الحسين يحيى بن أمي الطويل، يقول يجيب هذا الجزء من الآية، قال إذ قالوا لقومهم، هني يقول إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، إلى آخر الآية الكريمة في سورة الممتحنة. يقول إحنا براء منكم كفرنا بكم، ها
وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني يقول متمحضين لأهل البيت، ما يهمنا أي شخص آخر غير منهج شنو أهل البيت. يقوي الشيعة، هؤلاء ارتدوا إلا هالثلاثة. هذا كان عنده إيمان خارق، إيمان مو طبيعي، وعنده حماس لأهل البيت، ولذلك اتخذ حتى هذا الإجراء اللي يقولون الفقهاء هذا يخالف التقية. هذا العمل يخالف شنو التقية، والتقية مطلوبة. قالوا هذا عند استثناء، الإمام مجوز إليه أن يخالف التقية، أو أنه يعلم أنه مقتول لا محالة فخالف شنو التقية. وذلك أن الحجاج جاء به قال له اشتم علي بن أبي طالب، اشتم أبا تراب تنجو، ما تشتم أبا تراب أنت مقتول. فامتنع عن ذلك فقطع يديه ورجليه حتى توفي شهيدا في سبيل الله. هذا يحيى بن أم مكتوم. الإمام زين العابدين، هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الخمسة، منهم جابر بن عبد الله الأنصاري، منهم شخص أيضا آخر، هؤلاء كانوا يمثلون أعلى درجات الإيمان. أعلى درجات شنو الإيمان، ولذلك قال إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. واستخدمت بعدين، قامت الناس ترجع شيئا فشيئا. أنا ليش أقول هذا من أعظمهم؟ لأنه هذا الذي دعا أبو خالد الكابولي. أبو خالد الكابولي كان يقول له لقبه كنكر، هذا كان يقول بإمامة محمد بن الحنفية، فدعاه زين العابدين، فدعاه يعني هذا دعاه إلى زين العابدين، وقصة طويلة. آمن بالإمام زين العابدين فصار يقول بإمامته. وإلا هو يعني ارتد الناس، مو المقصود جميع الناس ارتدوا أيضا. لذلك في أثناء هذا بعد قتل الحسين كان هناك صحابة عظام، قام الأمويون بأنواع الإهانة لهم حتى قيدوهم وجعلوا في أعناقهم قلائد. ليش؟ قال هؤلاء قتلوا عثمان، وما قتلوا عثمان، وإنما تولوا لمن؟ تولوا لآل بيت محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. هذه الصلاة ضعيفة، أعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أنا أدعوكم للصلاة، لأن هذا مثل اللي يشرب الشاي يقول هذه استكانة الطلعة، آخر واحد يشرب فنتين ثلاثة أربعة، آخر شيء يقول جيبوا هذه مالة الطلعة، هذه مال نهاية المجلس، ما بطول عليكم. فثالثة بأعلى أصواتكم الليلة جمعة. اللهم صل وسلم على محمد. فصنعوا مع هؤلاء، وإلا ذولا عظماء لم يرتدوا، مثل من؟ مثل زيد بن أرقم. زيد بن أرقم وضعت القلادة في إيش؟ يعني كبلوه بالحديد استهانة به وتعذيبا لهم. زيد بن أرقم، جابر بن عبد الله الأنصاري، أنس بن مالك، يعني مجموعة معروفة من صحابة رسول الله صنعوا معها هذا الصنيع. ولذلك زيد بن أرقم أيضا كان من الذين يظهرون فضائل أهل البيت، وهو الذي التقى بعلي بن الحسين في الكوفة، والركب داخل مثل هالأيام، الركب رايح إلى الشام، قبلها وين دخل؟ إلى الكوفة. وإذا علي بن الحسين يشوف زيد بن أرقم صاحب رسول الله، قال له يا زيد هل عندك خرقة؟ قال ما تصنع بها يا ابن الحسين؟ قال أضعها تحت الجامعة فقد آذتني، أضعها تحت القيود فقد أكلت مني.
أنا راحة وهلي كلهم مجاتين، أنا راحة وهلي كلهم مجاتين، والرؤوس هل تبرى المدالي، ولو ثوب عندك زايد تشيل للجامعة عن رقبة تميل. آذتني آذتني وأنا مريض حيل، إي بالله آذتني وأنا مريض، ياضين حيل. هذا وزينب تنظر إلى الرأس الشريف وما يجري على علي بن الحسين، وكأني بها بلسان الحال، ولا أنا ولا أنا مهجما بقت لابنك، ولا أنا يوم صابك زلزل الجلمد، ولا أنا وعدوك من جفتنا، ولا أنا علم قيد وأنا تستر بديه. فأدخلوهم على عبيد الله بن زياد، فلما نظر إلى علي بن الحسين قال: من هذا؟ قالوا: هذا علي بن الحسين. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ قال علي بن الحسين: كان لي أخ في كربلاء يسمى بعلي، قتله الناس. قال: بل قتله الله. قال: الله يتوفى الأنفس. قال: أترد علي يا جلاوز؟ خذوه. أمر بقتله فتمسكت به عمته وقالت: حسبك من دمائنا يا ابن زياد، فإن عزمت على قتله فاقتلني قبله. قال: عجبا للرحم، ودت لو تقتل دون، اتركوه لما بها. يا ويلي دخلت على ابن زياد زينب والخواتين وياهم السجاد، يهمل دمعة والرجس فوق التخيط، يتفرج عليها كلها بلا يستور، تتستر بيد قضيب ينكتيب مبسم وليها، ويقول: هل مقيد بزنجيل من وين؟ قالوا علي. قالهم علي: قولوني مذبوح. اقبال ابوه حسين ظل عالج الروح. قالوا: نعم لكبر بواد الطيف في مطروح، هذا الذي ظل من أولاد الخارجين. إلا تكلم وأبو محمد يجيب بدميع سجاه. قال له: بعد تقدر علي يبرد الجوار، وامر يسحبون يا ويلي فوق التراب. ضجت الحالة بالبكا ذيك الخواتي، وهكذا جرت مصايب عظيمة على مولانا زين العابدين
إلى أن أخذوه إلى الشام ثم ردوه إلى المدينة. فلما استقر به المقام في المدينة قضى ليله ونهاره بكاء على الحسين، فلا يقدم له طعام ولا شراب إلا وبله بدموعه. قال له بعض مواليه: لا يقدم لك الطعام ولا الشراب إلا مزجته بالدموع، أما آن لهذا الحزن أن ينقضي؟ قال: لا والله ما آن له أن ينقضي، إني رأيت أبي الحسين على الثرى مطروحا ذبيحا والخيل تصعد على صدره، ورأيت 17 بدرا ما على وجه الأرض لهم من مثيل، مصرعين كالأضاحي. قال له ذلك الرجل: القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال: بلى، ولكن هل سبي النساء لنا عاد أن أشرب لذيذ الماء؟ حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاشا، وأبوي الترب صارت فراشا، قلبي يا ابو حمزة تراه بنار ملهوب، لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمش. 3 دقائق وأسألك الدعاء إن شاء الله. إيدك على صدرك. قلبي يا ابو حمزة تراه بنار ملهوب، لا زاد يهنى لي ولا تنب مشروع، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحل ترى عظامي ولذي ذي العيش ما طاب، نحل ترى عظامي ولذي ذي العيش ما طاب. قال لي يا شبل المصطفى وربي السيادة، صار الذبيح لكم يا هل هالبيت عادة، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن الانجا، معود على كثر المصايب. ما هاجت احزاني يا ابو حمزه عليا، ما هاجت احزاني لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغاضري زلزلوا البيت، هاجت احزاني تخون زينب مجلس يزيد، بلا يا والي، بلا يا والي، وراسها من كثر الحزن شاب، الا اصبح علي السجاد والونة خفية، والسمرت كبدة ودنت منا المنية، نال الوليد اللي تمنى بزين لعبة، خلى على فراش المراض كعبتي الوفاه.